تحقيق رؤية سمو أمير البلاد لكويت جديدة وتسويقها لجذب الاستثمارات الأجنبية تجسدت في مؤتمر خاص بحث مشاريع القطاعين العام والخاص وأهمية التعاون لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. موضوع الإصلاح الاقتصادي والتنويع الاقتصادي، هذه الجلسة راح تعالج أهمية الإصلاح الاقتصادي، أسباب تحديات المتعلقة بالإصلاح في داخل دولة الكويت. البنك المركزي راح يكون معنا في هذه الجلسة، الأمانة العامة المجلس على التخطيط راح تكون فيها، عندنا فيها النقاش المتعلق عن ما هي المبادرات اللي قامت فيها الدولة، ما هي المبادرات التي يجب أن تكون موجودة، ما هي الدوافع لضرورة وجود الإصلاح والتنويع الاقتصادي من ضمن رؤية الكويت. التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع المستوى المعيشي وغيرها من الموضوعات يطرحها نخبة من الخبراء في جلسات قمة كويت جديدة. القمة هذه راح تكون بشكل سنوي، هي سلسلة كويت جديدة كقمة لعام 2035، والفكرة أن نسلط الضوء على رؤية صاحب السمو خارج البلاد. مثل ما تكلمنا أمس، القمة هذه لا طابع أجنبي لا طابع دولي، البرنامج ككل بشكل كامل راح يكون في الإنجليزي، والفكرة أن نعمم جميع المواد الإعلامية إن شاء الله ما بعد المؤتمر حق جميع الجهات خارج البلاد عن طريق البعثات الرسمية. خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة وشراكة تنموية عبر التعاون بين القطاعين الخاص والعام، خطوات من شأنها زيادة الكفاءات والموارد في الدولة وتسجيل الكويت في مصاف الدول المتقدمة. زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس.